بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فايل اعمل كوتلين فايل عشان هناخد حاجة اسمها انيميريشن. الانيميريشن هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت بتبقى عندك شوية مجموعة من المسميات عايزة تبقى مرتبة. بنعمل داتا كلاس عشان نعرف نعرفه، بقول داتا كلاس وعرفت حاجة اسمها اوردر واديته مثلا داتا كلاس عادي ماشي مش انيميريشن لسه، واديته ايه؟ اديته مثلا اوردر اي دي وعرفت ان ده سترينج، واديته حاجه اسمها الكاستمر اللي هو اسم الكاستمر مثلا وده سترينج عادي، وممكن كمان الايه نديله حاجه اسمها الاوردر ستيتس. الاوردر ستيتس بالنسبه لي هي حاله الاوردر، الاوردر دوت تحت الطلب، دلوقتي شغالين فيه الى اخره، ونوعه ايه، ومتقال حاجه اسمها نوعه اوردر ستيتس. طب اوردر ستيتس ده لو جينا شفناه هتلاقي مطلع عليه ايرور، بيقول لي انا مش عارف الاوردر ستيتس ده عباره عن ايه. فانا عاوز اعرف مجموعه من المسميات للاوردر ستيتس تبقى كلمات معينه. فعملت ايه؟ عرفت حاجه اسمها انيميريشن كلاس، وعملته سميته اوردر ستيتس، وفتحت القوسين وبدات احط كل الستيتس اللي مسموح بيها الاوردر، زي مثلا كانسلد، الاوردر كانسلد، الاوردر مثلا ديليفرد، الاوردر اتبعت، الاوردر كذا، الاوردر كذا. ايه الميزه من ان انا اديله شويه مسميات؟ بص، الاوردر ستيتس هنا عندي هي مجموعه من الحالات، والحالات دي مش هيطلع براهم، وانا عاوز اطمن ان اي حد بيتعامل مع الكلاس اللي هو الداتا كلاس اللي اسمه اوردر لازم يبعت اوردر ستيتس واحده من دول، ودي حالات بتبقى موجوده عندنا في البروجرامنج كتير. فبدل ما يكون اللي هيستخدم الكود بتاعي، طبعا ممكن يكون في فريق عمل، فبدل ما كل واحد يبعت كلمه كانسلد مره يعملها كابيتال، مره يعملها سمول، واحد يبعتها ناقص حرف، واحد يحصل فيها ميس سبيلنج بتاع، لا انا هنا بجبره ان لازم يكون الاوردر ستيتس نوع من انواع محدده ومعرفه مسبقا. هي دي الانيميريشن، اللي هي مجموعه مرتبه، والمفترض ان اليوزر بيختار منها واحد او على حسب سياق الكود بتاعي. فانا عملت شويه حالات، عملت حاجات البيمنت والبيك اب والاوردر بروبلم والاوردر بروسيسنج والاوردر ريتيرند، عملنا يعني شويه ايه، شويه ستيتس للاوردر. المفترض ان اي حد يجي يستخدم الاوردر ستيتس، انا جيت كده عرفت نوع اي حد المفترض بيستخدم من ديت. فانا هعمل ايه؟ هعمل فانكشن اللي اسمها مين. الفانكشن اللي اسمها مين دي عايز استخدم فيها ان انا اعرف يعني حاجه من اوردر، فقلت معرف فال او بيساوي اوردر، وعايز ابعت له، قال لي ابعت لي الاوردر اي دي، قمت باعت له اي اوردر اي دي، قال لي ابعت لي الكاستمر نيم، قلت له اي كاستمر نيم مثلا وليكن كريم، وبعد كده كوما، قال لي الاوردر ستيتس، قمت قايل كاتب ايه اوردر ستيتس دوت، قال لي على طول مثلا اوردر بروبلم، لا مش عايز اوردر بروبلم، اوردر ستيتس دوت، الاقي بقى عندي ادي الايه، ادي كل اوردر ريتيرن ديليفرد كانسلد اللي انا عايزه بقى، النوع اللي انا ايه عايزه. ومش هقدر اطلع بره الانواع المحدده دي، مش هقدر اطلع بره الانواع المحدده. فقلت له خلاص الاوردر ريتيرند، يبقى كده بالنسبه لي الاوردر بالكامل حاطط بياناته، وانا عارف ان الاوردر ستيتس نوع من انواع محدده. فانا لو جيت قلت له اطبع لي الاو دوت اوردر ستيتس عشان اطبع لي الحاله بتاعت الاوردر، مفترض اطبع لي الاوردر ريتيرند زي ما احنا ايه كنا قايلين، بس انا هطبع بس في البرنت لاين، هقول له الاوردر ستيتس وكولون كده، وتعالى نعمل ايه ران عشان يطلع الاوردر ستيتس اللي هي الاوردر ريتيرند زي ما احنا شايفين في النتيجه بتاعتنا. طبعا ده بيزد على اللي احنا قمنا باختياره، ايوه، واحنا بنعرف الايه، واحنا بنعرف الاوردر. لو غيرت كده وخليت الاوردر ستيتس خليتها اوردر بروبلم، الاوردر فيه مشكله، وعملت ري ران تاني من اول وجديد، هيطلع لي ايه النتيجه بتاعتنا، هيقول لي الاوردر ايه بروبلم، وهكذا على حسب النوع اللي انا مختاره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.